يلا. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الأسبوعي صحافة الأسبوع، معي أنا عبد الله بخضر. ونبدأ من صحيفة الأيام، حيث نشرت تقريرا مطولا للكاتب وهيب الحاجب تحت عنوان دبلوماسية إقليمية لجلب الحوثيين إلى السويد بثقل سياسي فوق ثقلهم العسكري. وقال الكاتب إن المبعوث الأممي إلى اليمن غريفيث الذي فشل في سبتمبر الماضي بعقد مشاورات بين طرفي الحرب في اليمن بسبب تعنت الحوثيين وطرحهم في اللحظات الأخيرة شرط نقل جرحى من مقاتلي الجماعة قبل أن يغادر الوفد التفاوضي صنعاء، يبدو أنه عازم هذه المرة على تجاوز الفشل والنظر لشرط الحوثيين ببرجماتية لا تبشر الشرعية بخير، إذ أن المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي عزى عدم رغبة جماعة الحوثي بالكشف عن أسماء جرحاها الذين تريد نقلهم إلى الخارج كأحد شروطها التي تسبق المشاورات اليمنية، إلى وجود عناصر لبنانية وإيرانية ضمنهم. وتابع الكاتب الشرط الذي أفشل مشاورات جنيف عاد اليوم ذاته إلى واجهة مفاوضات السويد مع طلب إضافة تسفير 50 مرافقا بواقع مرافق واحد لكل جريح ممن اشترطت الجماعة الحوثية نقلهم للعلاج في الخارج، يقابله تنازلات أممية ورضا من قبل التحالف العربي والشرعية اليمنية في توجه يصفه مراقبون سياسيون بأنه يشير إلى جدية لإطلاق المفاوضات بأي شروط لوجستية يطرحها الحوثيون، محذرين من شروط سياسية مسبقة قد تكون الجماعة تفاوض عليها المبعوث الأممي من خلف الكواليس وتطرحها في الواجهة كخطوط عريضة للتسوية تبقي للحوثيين مناطق سيطرتهم ونفوذهم وقوتهم العسكرية. وأضاف الكاتب مصادر سياسية ترجح أن دولا إقليمية تتحرك على مستوى دبلوماسي واسع بشأن جلب الحوثيين مشاورات السويد بثقل سياسي يفوق ثقلهم العسكري على الأرض في محاولة لإنقاذهم من الانهيار في الجبهات. نشرت صحيفة الأيام مقالا للكاتب أحمد عمر حسين تحت عنوان فاجعة رحيل صاحب التقرير الأشهر بكشف جرائم آل الأحمر، ويقصد بهذا الكاتب بالفقيد صالح علي باصرة. وبدأ الكاتب المقال لقد صدمنا كثيرا بنبأ وفاة المغفور له بمشيئة الله تعالى الأستاذ العالم والمؤرخ صالح علي باصرة أبو شادي. وقال الكاتب ما يؤلمنا هو أنه قد غادر هذه الدنيا الفانية والحرب لم تضع أوزارها بعد، والشعب لم يستعد عافيته وحقه بالحياة الآمنة والكريمة كما كان يتمنى الفقيد باصرة. وتناول الكاتب في هذا المقال إنجازات الفقيد باصرة ولعل أبرزها حينما قدم تقرير الرئيس صالح، وكان ذلك التقرير الأشهر في صراحته ومصداقيته والذي احتوى على 15 نافذاً جلهم من بني الأحمر، وهؤلاء بسطوا على مساحات شاسعة في أراضي الجنوب وتقدر بمئات الكيلومترات المربعة. وكانت كلمة المرحوم باصرة قوية ومجلجلة في وجه الرئيس صالح، واختزلها المرحوم بكلمتين بعد تسليمه للتقرير حيث قال إما أن تختار الشعب والوطن وإما أن تختار 15 ناهبا، ولقد أخذت الرئيس السابق العزة بالإثم واختار الناهبين والنافذين وضحى بالشعب. وتابع الكاتب لقد فقدناك حقا أبا شادي، وما يؤسفنا أكثر لرحيلك المفاجئ أنك لم ترى بعد البلد مستقرا وآمنا، وكذلك لم ترى بعد استرجاع ما نهبه 15 ناهبا والذين ضمهم وحصرهم تقريرك الأشهر على مستوى اليمن. واختتم الكاتب المقال حقا لقد كنت عظيما في فعلك وقولك وتقريرك ونصيحتك، ولكن غلب الغرور والكبرياء بعفاج، وتبقى أمنيتك قائمة ننتظر تحققها وهي ذهاب المظالم وعودة الحقوق العامة والخاصة واستقرار الوطن وسعادة ورفاهية الشعب. أفر الله لك أستاذنا أبا شادي وألهم أهلك وربعك الصبر والسلوان.
وإلى صحيفة الشرق الأوسط، حيث نشرت مقالة للكاتب اليمني الدكتور محمد علي السقاف يحمل عنوان الاهتمام الدولي بمساعي الحل في اليمن. بدأ الكاتب المقال: كان من اللافت للنظر في ملف الأزمة اليمنية، تصدر تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، تلاها بعد ذلك تصريحات مكملة من قبل وزير الخارجية الأمريكي في تحديد المكان والزمان لعقد مشاورات السلام حول اليمن. وقد أيد غريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن ورئيسة وزراء بريطانيا دعوة وزير الدفاع الأمريكي لإجراء مفاوضات السلام. وتساءل الكاتب: ماذا تعني مختلف هذه التصريحات والتحركات الدبلوماسية؟ ولماذا انحصرت بشكل رئيسي على الولايات المتحدة الأمريكية ثم على بريطانيا دون غيرهما من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي؟ فالأزمة اليمنية تعني الأمن والسلم الدوليين، وهما من اختصاص مجلس الأمن الدولي، وليس فقط تعني دولتين من الدول الخمس الرئيسية في مجلس الأمن الدولي. وهل تم ذلك بتوافق وتوزيع أدوار بين الدول الخمس أم لأسباب أخرى أكثر تعقيدا من ذلك؟ واختتم الكاتب المقال بهذا السؤال المطروح حسب قوله: ماذا عن موقف الأطراف اليمنية في النزاع إزاء هذه التحركات الأمريكية حول الأزمة اليمنية؟ وماذا عن مواقف بقية الدول الخمس في مجلس الأمن الدولي؟ وهل سينعقد مؤتمر ستوكهولم في مطلع ديسمبر المقبل أم لا؟ للحديث بقية. ومن صحيفة العرب اخترنا خبرا عنوانه نتائج عكسية لزيارة غريفيث للحديدة. وقالت الصحيفة في هذا الخبر أن نتائج معاكسة للتهدئة التي يعمل غريفيث على تثبيتها تمهيدا لمحادثات السلام، والتي من المقرر أن تعقد في السويد مطلع ديسمبر القادم. وأضافت الصحيفة أن زيارة غريفيث إلى الحديدة خلفت استياء لدى الحكومة المعترف بها دوليا، والتي اعتبرت ما أعلن خلالها بشأن مشاركة الأمم المتحدة في إدارة ميناء الحديدة ترسيخا للوضع القائم ومساعدة للحوثيين على مواصلة بسط سيطرتهم على المدينة الاستراتيجية كأمر واقع. وعبر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني عن الموقف الحكومي من قيام غريفيث بزيارة الحديدة الواقعة تحت سيطرة المتمردين. وقال في تغريدات على تويتر: إن الحكومة تنتظر من المبعوث الأممي أن يقوم بزيارة خاصة إلى تعز للوقوف إلى حجم الدمار الذي خلفته ميليشيا الحوثي هناك، متسائلا عما سموه تحيزا في الموقف الأممي. وأضافت الصحيفة أن مصادر مقربة من الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي تقول إن خيار تحرير الحديدة بالقوة لا يزال مطروحا على الطاولة، رغم الموافقة والدعم لمساعي غريفيث لإطلاق مسار سلام في اليمن. وتتهم ذات المصادر المبعوثة الأممية بتشجيع المتمردين المدعومين من إيران على التشدد في مواقفهم ومواصلة السيطرة على الأرض بشكل غير شرعي. وإلى صحيفة البيان الإماراتية، والتي قالت إن الحقوقيين ومسؤولين بهيئة الصليب الأحمر في فرنسا أدانوا جرائم ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في اليمن، فيما أكد سياسيون للصحيفة أن فرنسا تدعم جهود التحالف العربي لإنقاذ شعب اليمن وتقديم الدعم لهم، كما تدعم جهود المبعوث الأممي غريفيث لإتمام عملية السلام في السويد. وقال عضو عام بمنظمة اليونسيف بباريس للصحيفة أن المجتمع الدولي يشعر بالأسى تجاه جرائم ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في اليمن واستمرار منهج القتل للأطفال والنساء والشيوخ بقذائف الهاون بوحشية دون مراعاة القوانين والأعراف الدولية. وتشجب منظمة اليونسيف بأشد العبارات جرائم ميليشيا الحوثي ضد المدنيين، كما تطالب اليونسيف بسرعة التدخل الدولي لوقف هذه الحرب والعدوان الحوثي الممنهج من جانب عصابات الحوثية ضد المنشآت المدنية وتجمعات المدنيين والمرافق الحيوية والبنية التحتية. وعلى الصعيد السياسي، قال عضو البعثة الدائمة لفرنسا لدى الأمم المتحدة سابقا للصحيفة إن الأمم المتحدة تعمل بجد لإقناع ميليشيا الحوثي بالقبول بالسلام المتركز على مرجعيات الثلاث الهادفة لإنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه، واستعادة الدولة ومؤسساتها واستئناف العملية السياسية من حيث توقفت قبل الانقلاب. وأضافت الصحيفة إن عضو البعثة الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة سابقا أكد دعم فرنسا لجهود التحالف في إعادة الشرعية والأمن والاستقرار في اليمن،
وتقف إدارة الرئيس الفرنسي إلى جانب القيادة السعودية والإماراتية من أجل إنهاء معاناة اليمن المستمرة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية في عام 2014. تناولت صحيفة البيان الإماراتية خبراً عنوانه الهلال الأحمر يغيث 175 ألفاً في حضرموت منذ بداية عام 2018. وقالت الصحيفة أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وزعت أكثر من 25 ألف سلة غذائية وسلعاً أساسية على أهالي المديريات والمدن اليمنية المحررة في محافظة حضرموت منذ بداية العام الجاري، مضيفة أن أكثر من 175 ألف مواطن استفاد منها، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن. وقالت الصحيفة أيضا أن هذا يأتي في إطار جهود الهيئة لدعم الأسر اليمنية وتعزيز قدراتها على مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة وتطبيع أوضاعها. قال موقع جلد النيوز أن عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ علي الكثيري قال مناسبة الاستقلال المجيد تستدعي منا جميعا تعزيز التلاحم الجنوبي لاستكمال تحرير وطننا ونيل الاستقرار بالجنوب. وأكد الكثير لجورد نيوز أن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي جاء ثمر لنضالات شعبنا ومقاومته وبات يمثل عنوان الجنوب الأبرز والحامل وممثل قضيته يمضي في سياق احتفالاته بهذه الذكرى المجيدة لتأكيد التزامه بأهداف شعبنا وثورته ومقاومته المتمثلة في الاستقلال بالجنوب وطنا ودولة وهوية وإقامة دولة الجنوب العربي الفيدرالية الجديدة كاملة السيادة. وتابع الكثير من هذا المنطلق فقد أعدت رئاسة المجلس وقياداته المحلية في كافة محافظات الجنوب برامج احتفالية متواصلة بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، بينما يواصل المجلس فعله السياسي والجماهيري على كافة المستويات، كما يمضي في تعزيز تحالف شعبنا مع الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودور الفاعل والمتميز للأشقاء في الإمارات العربية المتحدة لتحقيق مزيد من الانتصارات لقطع دابر المخططات التوسعية الإيرانية المهددة للأمن القومي العربي. وإلى كاريكاتير هذا الأسبوع من صحيفة العرب اللندنية. بهذا الكاريكاتير من صحيفة العرب اللندنية مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي صحافة الأسبوع. لقاؤنا يتجدد الأسبوع المقبل. لكم أزكى التحايا وأطيب المنى. إلى اللقاء.